مساء الورد. أنا قبل ما أطلع أصلي الحين إن شاء الله ربي تقبل منكم ليلة 25، تقبل مني ومنكم إن شاء الله ومن المسلمين أجمعين. أنا في شيء بس بقول لكم عليه، هذا بالماء لما جابوا لي، أنا بصراحة عندي ستريتنر من زمان أستعمله، بوريكم إياه. هذا الستريتنر اللي عندي، شوفوا صغير خفيف أشيله حق الشنطة، بس حرارته يعني ولا شيء. عرفت الفرق بينه وبين بلمة؟ بلمة ثقيل، تحسونه انه فعلا فعلا ستريتنر حق الشعر. شوفون غير، وبعدين تحسونه كواليتي ثقيل وحلو، تحسون صدق ستريتنر، مو يعني شيء تجاري. عجيب عجيب، روعة روعة صراحة، روعة. شو رأيك؟ عجيب، ها روعة صح؟ روعة روعة روعة. هاي طلعتوا ورحتوا مطعم ورحتوا مكان في الصيف، بعدين هذا صراحة احنا يسترنا يعني في الصيف بالذات. اي والله يسترنا. وبعدين تعرفون بقول لكم على شغلة الستريتنر هذا، اذا مثلا ما يصير حار، إذا استعملتوه وصار يعني آخر شيء على الاتش اللي هو الهوت، أكثر شيء هوت، ترجع درجته يعني ما يصير عالي ويحرق الشعر. هذا ميزة، ميزة فيه. كذا تسكرونه ومن هنا تقفلونه. اقفليه بليز. أي في حبة ورا؟ أيوة طبعا. شتان شتان، تخيلوا نفسكم على البحر عندكم الستريتنر. الله كوكنتس. بالشغل بشنطتنا على طول. اي والله العظيم الشغل في الجامعه في المدرسه في اي مكان. عجيب عجيب.